بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني أخواتي أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم سنرى الأسماء وهي لي نوم. إذن إخواني أخواتي قبل أن نبدأ أطلب منكم المشاركة في قناتي بالضغط على الزر سابوني وكذلك بالضغط على لايك إن أعجبكم الفيديو. إذن لدينا هنا تعريف لي نوم peuvent appartenir à deux catégories. إذن بالنسبة للأسماء يمكن أن تنتمي إلى نوعين وهما الأسماء الشائعة والأسماء الأعلام. Les noms communs, الأسماء الشائعة, et les noms propres, الأسماء الأعلام. إذن سوف نرى ما هي les noms communs et les noms propres, ما هي الأسماء الشائعة ما هي الأسماء الأعلام. في البداية سنبدأ بأسماء الشائعة, les noms communs. Les noms communs désignent des objets, هي تشير إلى ماذا؟ إلى des objets, أشياء, des animaux, حيوانات, des personnes أو أشخاص. إذن سوف نبدأ ب des objets. Les objets, أشياء, مثلا طابل, طاولة, chaise, كرسي, bureau, مكتب, مثلا la maison, منزل, إلى آخره. إذن الأشياء. أما الحيوانات فجميع أسماء الحيوانات مثل chien, كلب, جيراف, زرافة, أبي, هي نحلة, إلى آخره. هناك العديد من الأسماء من الحيوانات, منها المفترسة ومنها الأسماء الأليفة, الحيوانات الأليفة مثل الأرنب والماعزة والكبش والبقرة إلى آخره. هذه كلها أسماء حيوانات تصنف من بين الأسماء الشائعة. ثم ننتقل إلى أسماء أخرى. Enfant, هو الطفل, اسم الأشخاص. Boucher, هو الجزار. Boucher, le pilote, هو ربان طائرة, إلى آخره. الآن لدينا قاعدة أخرى يجب أن نعرفها, أن جميع هذه الأسماء الشائعة devant les noms communs on trouve un déterminant, دائما نجد un ولا une ولا le ولا la. هذه تسمى أدوات التعريف. إذن بالنسبة للنون كومان الأسماء الشائعة دائما يسبقها أدوات التعريف. وقد سبق أن رأينا حال الدروس أدوات التعريف وهي أن أو أون أو دي أو لو أو لا أو لي. Alors, on trouve un déterminant. هاد أداة التعريف هو الذي يحدد كي بو بريسيزي لو جونغ ماسكولان أو فيمينا إي لو نومبغ سانغولي أو بلوريال دو نوم. هذه الأداة التعريف هي التي تحدد ماذا إذا كان الاسم مفرد أو مذكر أو مؤنث أو جمع إلى آخره. مثلا لدينا في هذه المثال أن شا. أن هو اسم يشير إلى اسم مفرد ومذكر, مذكر مفرد. إذن في الجمع نقول دي شا, دي شا. إذن الأسماء دائما الشائعة فإنها تسبقها هذه الأدوات التعريف. Une girafe, إذن مؤنث أن هو أون. أون جيراف, زرافة. أون جيراف, زرافة. في الجمع نقول دي جيراف. الآن ننتقل إلى
الأسماء الأعلام للنوم propre. اسماء الأعلام للنوم propre désigne des personnes, تشير إلى أشخاص ou des choses uniques. إلى أشياء وحيدة et des noms de famille. أسماء العائلات des prénoms. أسماء الشخصية des noms de ville. أسماء المدن de pays et والبلدان. إذن أسماء الأعلام فهي تشير إلى الأشخاص des personnes أشخاص des choses uniques أشياء الوحيدة des noms de famille الأسماء العائلية والأسماء الشخصية des prénoms des noms de ville أسماء المدن وأسماء الدول. إذن سنأتي بعد الأمثلة. هنا قبل ذلك le nom propre commence toujours par une majuscule. هذه هي أهم خاصية في الأسماء الأعلام فهي دائما تبدأ ب une lettre حرف majuscule. اكتبوا هكذا une lettre majuscule تكون تكتب الحروف الكبيرة. Et on peut mettre un déterminant devant certains. Et on peut mettre un déterminant devant certains. On peut قبل بعد هذه الكلمات التي خاصة التي تشير إلى البلد أو الذي ينتمي إليه الشخص يمكن أن أضع أمامها أداة تعريف مثلا لو أو لا لا. إذن كومونس لي نون بروب أسماء الأعلام كومونس توجور باغ أون ماجيسكول إي أون بو ميتر أن ديتيرمينون دوفون سيغتان. مثلا أسماء الأشخاص قلنا أن أسماء الأشخاص مثل أحمد نادية سهام محمد علي. إذن جميع هذه أسماء الأشخاص سواء كان ذكرا أو بنتا أو مؤنثا فإنه يكون اسما علم. إذن يبدأ بماجيسكيل اكتبوا حرف كبير. ثم لدينا كذلك أسماء المدن مثل باريس باغي الرباط غابة. دائما في البداية يكون هناك حرف ماجيسكيل لتر ماجيسكيل. ثم ألجي الجزائر تي Tunis, le Caire, l'Akhiré. Thomas, l'intercal est le duel. La Dena, la France. Iden, France, Yukino, Annis Bekaha, Kolna, Adas, Tarif, la France, France, l'Espagne, Espagna, le Gabon, Gabon, l'Algérie, Iden, c'est vrai que tu as. Majuscule la Tunisie c'est majuscule l'Égypte c'est E c'est qu'on majuscule oui l'Arabie Saoudite ainsi de suite et l'akhiré. إذن دائما الحرف الأول في الأسماء الأعلام يكون ماجيسكول سواء كان اسم الأشخاص مثل أحمد نادية سهام أو كان اسم العائلي اسم العائلي الاسم لان الاسم عندما نكتبه نكتب الاسم الشخصي والاسم العائلي. اذا كليهما يكتبان في اولهما حرف ماجيسكول. اسماء المدن كذلك ثم اسماء الدول فهي كذلك تكتب بلتر ماجيسكول اوديو. اذا هذه تسمى اسماء العالم. بالنسبه سنتطرق إلى شيء آخر أن بالنسبة للأسماء يمكن أن تكون كونكريت. لدينا أسماء كونكريت. ماذا تعني أسماء كونكريت؟ الأسماء كونكريت هي الأسماء الملموسة. لدينا أسماء ملموسة يمكن أن نراها العين المجردة مثل أسماء الكائنات الحية والأشياء. مثلا عندما أقف وأشاهد مثلا أشاهد المنزل أشاهد مثلا جميع الأواني والأدوات التي توجد مثلا في المنزل التلفاز أشاهد مثلا الغرف هذه كاملها أسماء كائنات كفاية ملموسة. بين هذه الأسماء مثلا
comme la maison, la chambre, la voiture, السيارة, le vélo, l'akhiré. بالنسبة لأسماء الكائنات الحية فهي كذلك نراها مثل مثلا الكلب، القطة، إلى آخره. هذه كلها تسمى أسماء ملموسة. عكس إذن عندنا هنا أمثلة example une voiture, une maison, un chat, une voiture. إذن كامل هذه الأسماء يمكن أن نراها بعيني المجردة، يمكن كذلك أن نتلمسها بأيدينا. إذن مثل السيارة والمنزل والقط والبقرة. ننتقل إلى الأسماء المجردة. لدينا أسماء مجردة لا يمكن أن نراها بالعين، لأنها مجردة. يعني لدينا هنا أسماء تسمى لي نون أبستغي. لي نون أبستغي إكسبريم دي زيدي، هي نستعملها للتعبير عن أفكار، دي كاليتي أو دي كونسيبسيون دو ليسبري، هي تعبر عن أفكار أو صفات وتصورات روحية لا يمكن أن نتلمسها، مثل مثلا الفرح، لا جوا، سي ان نو، لو مالور، الحزن، لا بور، الخوف. هذه كلها أسماء لا يمكن تسمى أبستغي، لا يمكن لنا أن نراها بالعين المجردة. إذن إخوان أخواتي، إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. آمل أن ينال إعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر لايك وتفعيل على الجرس لكي يصلكم كل جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.